الآن لمحبي الرياضة وقصص الأبطال العالميين في هذا المجال، سنذهب في جولة على أفضل الأفلام التي ننصحكم بمشاهدتها من عالم الرياضة وكواليسها مع ماري تيريز معلوف في كلاكيت. صباح النور. قررت أن أقدم إليكم في فقرة السينما لليوم مجموعة من الأفلام الرياضية ستستمتعون بها حتى إن لم تكونوا من هواة الرياضة. الفيلم الأول هو سي بيسكت من إنتاج عام 2003. كالكثيرين في العالم قد لا تتفاعل مع سباقات الخيول، لذلك ما السبب الذي يجعلك مهتماً بفيلم عن سباقات الخيول يمتد لأكثر من ساعتين؟ في الواقع هناك ثلاثة أسباب: توبي ماغواير، جيف بريدجز، وكريس كوبر. يعرض الفيلم أداءً إنسانياً وقصة جميلة عن الخسارة والتغلب على الشدائد لدرجة لا تشعر بمرور ساعتين وعشرين دقيقة من المشاهدة. الفيلم الثاني سلاب شوت من إنتاج عام 1977. تدور قصة الفيلم حول مدينة متدهورة وفريقها الفاشل في رياضة الهوكي على الجليد، ولكن الفريق يلجأ بيأس إلى العنف خلال المباريات من أجل تعزيز مبيعات التذاكر وزيادة شعبيته. فيلم The Blind Side من إنتاج عام 2009. يروي الفيلم قصة مايكل وهو فتى مشرد ومصاب بصدمة نفسية قبل أن يصبح لاعب كرة قدم أمريكياً ناجحاً. فاز بالجولة الأولى في مسابقة دوري كرة القدم الأمريكية، وحصل الفيلم على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رياضي، كما فازت الممثلة ساندرا بولوك بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، وكذلك فازت بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثلة في فيلم سينمائي. من الأفلام أيضاً The Wrestler من إنتاج عام 2008. يروي الفيلم عن مصارع مريض في نهاية مسيرته الرياضية ينتقل بين الأحياء الصغيرة ويكافح من أجل البقاء. كان في يوم من الأيام أحد أبطال WWE، وأصبح فيما بعد شخصاً يعاني من العمل وفي وظائف وضيعة ومن عائلة تنبذه. الفيلم من بطولة ميكي روك وهو أعظم ما في هذا العمل بدون شك. ميكي يقدم واحداً من أعظم خمسة أدوار قدمها في مسيرته. من الأفلام أيضاً بيلي بيرث أوف ليجند من إنتاج عام 2016. لا شك في أن حكاية أسطورة كرة القدم بيليه ليست بحاجة إلى أي مقدمات. فيلم يروي قصة الصعود النيزكي له من الأحياء الفقيرة في سان باولو لقيادة البرازيل إلى أول فوز في كأس العالم عام 1958 في سن 17 عاماً، حيث شارك فيه هو شخصياً. فيلم بيورلي بلتر من إنتاج عام 2000. في بداية الفيلم ستسأل نفسك ما الذي يدفعك إلى مشاهدة معاناة طفلين لشراء تذكرتين لمشاهدة مباراة فريقهما المفضل ساندرلاند الإنجليزي ضد نيوكاسل يونايتد، لكن بعد دقائق قليلة من المشاهدة يتضح كل شيء. يصبح الفيلم رائعاً ومضحكاً وآسراً بتمثيل رائع من النجوم الأطفال، ولن تندم أبداً على مشاهدته. الفيلم الأخير هو فيلم شوماخر من إنتاج عام 2021 على منصة نتفليكس. يروي هذا الفيلم الذي أنتج لدعم عائلة مايكل شوماخر قصة حياة بطل العالم لسبع مرات والذي بلغ من العمر 52 عاماً، ويحتوي على مقابلات مع أبرز منافسيه مثل دايمون هيل ومدير فريقه السابق، كما يتضمن صور ومقاطع فيديو عن حياة الأسطورة لم تنشر في السابق. وشارك شوماخر للمرة الأولى في الفورمولا 1 عام 1991، وبعد تتويجه بطلاً لسبع مرات وفوزه ب 91 سباقاً أصبح السائق الأكثر نجاحاً في البطولة قبل أن يعادل سائق المرسيدس الحالي لويس هاملتون. كان مايكل قد تعرض لحادث أليم أثناء قيامه بالتسلج عام 2013، حيث ارتطم رأسه بصخرة أدت إلى دخوله في غيبوبة استمرت لأشهر. كما عمل صناع الفيلم بي 14 عن قرب مع عائلة البطل الألماني بخاصة زوجته، وهو أول فيلم وثائقي ينتج بعد الحادث. وأنتم مشاهدينا، ما هو فيلمكم الرياضي المفضل؟